أصحاب لي أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. هاتين سر حسف مسند إليه وابو ذكر أول حذف ما خلني أول ذكر المسند إليه خب بحثي أو نكتة نما نكرد كحذف يعني بوأكري حذف مسند إليه يعني بوأكري إسباسي ذكر كي أكيد ذكري مسند إليه بشما بستيك ديارة أم عنوانا يا أم برسيارة لشوين يكا مترح به كذكرك وحذفك هل كان جائز به هنا عقل لشوين يكا وابي كحذف جائز نبي مثلا نقر حذفك فهم نكري إتي هو مترح ناك إذا نبي حذفك بلا موقتك كذكر وحذف جائزة تو ترجيح دي جاء وقت جاي سؤال بو حذفك وترجيح دا بسر ذكرك يا كبهوش كارك لا يا بو شيء ذكرك وترجيح ده عايز جاب باسي ترجيح ذكرك إن الله وأما ذكره أي ذكر المسند إليه أزاي لبرشيا فلكونه أي الذكر الأصلى ولا مقتضي للعدول عنه يعني لبر أويا أولا ذكر أصلا جني من مثلا باس كلامك راجني معناك بمخاطبي خما راجني بس أصل وياك كمسند إليه كذكر كريه إن جاء لقل أوشكا وأصلا ولا حال حلوايا ولا مقتضية للعدول عنه دا خوازق نية كداوة من لبكا كعدول بكين لذكرك بيجين ما ذكرين كينو حسفي كين يعني اشتيني داوة من لبكا ديكاك تركي مقتضي ببي تركي أصل ببي مقتضي نابي أعطوب توا تركي أصل كي أبي حتما مقتضي لك نابي كمقتضي نبي نابي أو للإحتياطي يا لبر أو ذكري أكين احتياط بكار أبين حسف الشيكي لواني قابل فهم به برام احتياط ذكر أكين بوشي لي ضعف التعويلي أي الاعتماد على القرينة لبر أوي كتكي كردن لس القرينة زعيفة لاوازة يعني بو أوانابي كإيما مثلا أمرك بسبيرين بقرينة بلين ولا ذكريناكم قرينك خوي أي قياني أو شوية نوايا قرينك لاوازة أي قياني أو التنبيه على غباوة السامعي يا بويا ذكري أكين كورياي بدين لسر قمجي بردن كمان مخاطبة كمان يعني أوي كواجوي لإيما يا باشا غبية درمتي أكا يعني اشتكا حالينا ببوي ذكرنا كي جا ذكري أكي بوي كذكري أكي بوي وك مثلا وقتي كأهلي حال يعني أهلي علمك أجر خوان بين لقزي كتير بين رباوة أم متكلمة كأم مسند إليه ذكر كرد ولا برابري أم مخاطبة مخاطبة كيف يكو دنبوة أين آلي راك راح حذف فيك حال يعني آلي راك مثلا قرينة بو بو حذف برام وك أو كأو نيهات أو مسند إليه ذكر كردوا بمخاطبة كي خوي وتو تو كو دني لقرينة ومرينة حالي نابي أبي أعوى بو ذكرك حالي جات ما شاكا أجر أويا أو اعتباراته أبو جور نرم ونازك كإنسان زور وردة يعني إنسان رجعي بينابة لكيو مثلا قصك كراه أوان تنيا بذكري مسند إليه باشا كبرى تقريبا خوي داري دا وبروحي مخاطبك يعني بروحي ترفك يا تنيا بذكري اوي كم مسند اليك ذكر كردوا جنيوي داوا بكابره يعني بكابره وتو كودن حالب بلا وتاني اتوين بيجن ايهام قربان وكو ايهام تقريبا اكري لو قالبا نجداشتا كدر ببرني ولي منظور اوي الليره مثلا تنبيه لسر غباوتي سامع بظاهر هاتو مسند اليك ذكر كردوا باشا هيج عداوتي كيشي لقال سامع نيه وتماشاكي زوري باحترام ولا قري برخوردي كردوه كلامي آراستا كردوه الله موختي كتما شاكي يكي كي تردي نجراحي كي تردي ككلامك جراحي أكا لسري أدوية علي أم متكلمة أم مسند إليه اللي را ذكر كردوه أكرا ذكري نكا باشا أي بو شي ها ذكري كرد ولا لبر أويا كقريكي بو بمخاطبكي بيجي كتو كسكي غبيت باشا يعني كودني ها
هاد لقرين ومرينة حالي نابي مجبور الآوى بو ذكر أو زيادة الإضاح والتقرير يا جاري واش هي ما بس أوانيك بمخاطبك أشتعنا بلي حالبي بلكو ما بس أويا بلي أقر حسفي شي كم أتوانم بلان ذكري أكم بو أويك روشنكاري روشنقري زياتر بكري زياتر جيجير بكري بدا تقريري شر أكري بما ناتشاو روشنكرنا وبي ها وقري عينا قرت عينه يعني تشاوي روشن بووا مثلا قررت عينه يعني تشاوم روشن كردوا حالبي يعني بو زيارة إلاح وبرشاو روشن كردنوا يا جيجير كردني معنى كلميشكا حر أكريب وباريشا مثلا تشاو روشن كردنوا يعني سحنكا باشا ديمنكا أخام برشاوي كديمنكم خست برشاوي جوان كوت بر سرنج امر على مشكي شاجي جيره هذا وش جاء بابا وعليه قوله تعالى لسر ام امي اخيره ام زياره الاحيه زياره الاح تقريريه ام قولي خواي قوله كافرمي اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أوانا أوانا لا ولو كأما جان بك بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لير متقين باسكرا وباريس قالت. دواء وكينا متقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني أوانا مؤمن إيمانيا بغيبه وكيلا صفة كان يعني. ويقيمون الصلاة. إقامين يجكن إيمان بغيب وإقامين ومما رزقناهم ينفقون أما السيشة سيصفات باشا إيمان بغيب بار إقامي صلاة إنفاق أمس يعني حربي دي أمجار ما بعدك بار يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إذا ما كي بما أنزل إليك من قبلك أها ونا وشو وشي ولا بيرشو بلى هدى للمتقين يؤمنون الذين يؤمنون بما انزل اليك والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك يعني بر ايمان بكتابي اسماني او ايمان بغيب ايمان بكتابي اسماني وبالآخرة هم يوقنون ويقينيا بآخرة شيء بين صفته جاء وقت كان يرى أولئك يعني أوانيك أو بين ناسيان هيا كب ناسيانك أوانا على هدى من ربهم باشا أوانا للايني أوانا لسر هدان يعني لسر هدان واتا نالي مثلا أوانا هداية يعني ورقرتوا علي لسر هدان وكوشون مثلا كسي سواري أسببه سوار شاكيك أسبكي خوي مهار أكا يعني أسبكي لجر كيفياتي ولجر إطاعياتي أمج أأوال سروا مسلطة زالة بسر هدالة يعني هداي بخوي قبزة كردوا حالي بلا أأوانا زالة بسر هدالة بجوري كهدا يعني شارزائي شارزابونيان لخلا ورگرتوا كشارزابونيان ورگرتوا زالن بسر شارزائيكا بزوري كشارزائي لچنيان درناچه شارزائيكا لكيو ويا من ربهم لا يعني پر وردگاريان ويا اكرا آل رابيجي وهم المفلحون حالبي اتا اولايكا ينغي وليكوتواتي خواي قور اواني خوشوي ايوه زياتر بيان خاته برچاو بو اوي كتشاوي ايمان داراني بير روشن كاتوا بناوي اوانا ناو هناني اوانا اوانا وكانيان بيني وكوتم تقرير بمعنى تشاو روشن بونوا هم زياتر بيا ناسيان كياني خواي قورا اخر نية تو اگر كسيك هنريكي هيا باشا هنريكي هيا وامانا حزكي رالا قرر او كسبها مكز بناسياني اما اوا مثلا اوا درس اخواني اوا حافظي باشا
أو مثلا قرآن زاني أو دني خوشة مثلا عربي را لقرا بيناسي أكي ومعرفي أكي بخلق يعني مثلا أقل كساني ببن استجماعي أم أوصافيان يعني ببي يعني أم أوصافك لا آية كان باس كراون أمانا نموني إنساني كاملا حالبي دي خواي قورة جاري واهي آونية كب مثلا باسي وكا كإنساني دروس كردو الله فتبارك الله وأحسن الخالقين حالبي ليوا مثلا تبارك بو خوي بكاربا وكو أوي بخوي بلا آفرين كاركي قورو مهمة كردوها ليرش دا كأمر وفانا بيناسا أكا بوصفانا الله أوان أو متقينا أوانا جادوائي هيتاو بسا غريكيتي بياناسيانكا وبيان ختبر شاو بو أوي كشاوي أو كسانا ك ريقري ريبازي راستقينا بيان روشن ببيتاو حالبي را لقرات تكراري أنكاتو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأوانا هر أوان رستقاران يعني درشوان واتلها مخترق لي خلست بيت أو إظهار تعظيمه يا لبر أويا كتو ذكري أكي قركتا مثلا تعظيمك هيا لنا وكا لنفسي ناوكا ناوكا مفيدي أويا كا أو كسي كأمنا ويها يعني معنى كي داري عزمتك تو بذكري أو ناوى عزمتك بو باسك أجر ذكرينك أو تعظيمنا جاي لكون اسمه مما يدل على التعظيم لبروي شنك اسمك لو ناوانيا كدلالتي على سر تعظيمه مثلا يجاء أمير المؤمنين حاضر لحالك لواني أمير المؤمنين ناوي فرج بي مثلا نعلك فرج ليريه شاكا على أمير المؤمنين حاضر أو حاضر لواني قرينة يقنيشان بدا كبتواني أمير المؤمنين كاش حزف كي بلام تعزيمك البونا قيا أوكات أو إهانته يا جاري وهي لبر وذكري أكين كسوكاتي في أبكين أو متواجبين نحو السارق اللئيم حاضر باشا يعني دز باستا بأرض شكا حاضرة شاكا وبويا بلا دز بويا بكابرا بلا السارق خوي توهين ايتر إهانة بيا كردنا أو التبرك بذكره جاري وهي بويا ذكري أكين كذكرك أي تبركة يعني قالك تبركات كسب كيبوا مثل وكم النبي صلى الله عليه وسلم قائل هذا القول يعني بيغمبر دودي خالص بأعمى فرموا حالبي دي أوالي توما سحد سكن نقل كنا دو عجوا علي بوي النبي عليك قالك تبوي مثلا بركات بوابيه بهناني ناوي بيغمبر دودي خالص أو استلذاذه يا لبر أويا كبناو هنانا كي لزد وردقري وكو الحبيب حاضر خوش ويساك ليريا حاضر آوة أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب يا ما بزل ذكري المصر إليه بسط كلام يعني قركتا باشا يعني كلام وتار بكيتا وبسط بيبي يعني وتارك بانوبرين كي زوري كي قصة كردنكا لك حيث الإصغاء مطلوب لشوينك كي قرتني مخاطبك مطلوب متكلمك به أي في مقام يكون إصغاء السامعين مطلوبا للمتكلم لعظمتي وشربه يعني لمقامك داك كي قرتني سامع داخوازي متكلم به لبرأويك أو سامع عظمتها يعني بو عظمته كي قري بو متكلمك لبرأويك أو شرفها ولهذا يطال الكلام مع الأحياء أحبائي هل برأويا ككلام ساكردن دريجة أكياشي لقال خوشويستانا وكو قول خواه تعالى حكاية عن موسى على نبينا وعليه السلام صلاة والسلام إخوة الله سلام ويان بي خواه يقول حكايتك على حزم موسى كحزم موسى وقت خواه يقول لي برثي وما تلك بيمينك يا موسى أيتواني بيجي عصايا هل بيجي عصا وعصايا كقربة وليت مشاك وتي هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى عشان كلامك أدري أجكات ولا قل قاي جورا فرستي بوها الكوتوا فرستي واهل ناكوي
ديار حضرتي موسى بار مروفيك او مروفيكي زورچاك او پالاوتي خواي گوريا حالي بجاردو بو اي بكات پیغمبر اما ديار خواي گوريا ك بوعها معزمته وكهيتي لقل ام بندي خويا ادوي انجا خوا خوي بوارك رخصيني نق امشي مس بيجي يا ربي او هاتو اجي وما تلك بيمينك يا موسى او شي بدستو موسى عالمي موسى ابي ولان بداته دي اجر ولان بداته مثلا هر شي لضل يابي هر شي بيت سردمي حزك ابيله يعني مثلا موقعيتك او نبلزت خوشه حزناك اقصد واي بيني ولا ايتل بداخه وبشر هلونات واني او اجله حزوري خاي بالورد قاله اينا لو انا مثلا بلين ماني هرق سيكر ده عليه حالي ده سيدي ماقل اينا خوها الكافي بوها قال هي عصايب وتاك او قربان نوع عصا كما توكأوا عليها خوم اغم بمليا شوان عادت اخويا بمل قوشانك حالي واهش بها على غنمي وقلاي بيدا اورين ادارة كان بسرم الروبزنا كان ما ولي فيها مآرب اخرى وبو من هيا فيها لم عسايدا كومال نياز من ديتر يعني زور نيازي خوم هيا كبم دارة جيب جيانك بالي أمجر وقد يكون الذكر للتهويل أو التعجب أو الإشهاد في قضية أو التسجيل على السامع وجاري وهي الذكر كرنكا بو إيجاد هولة يعني هول دروس كي لمخاطبة كان جاري وهي بو تعجبه باشا بوي كترف سري صرب مينة جاري وهي بو إشهاد يعني بو بشاهد قرتنا ترف البشاهد قرتوها ناوكي علي لبروي كحاشا لينا قادوها يبلا مشاهدنا بلا قزيك يا تسجيل تومار كردن لسا سامعة يعني قرك مانا سامع هاتو قصاكي كردوها باشا ايماش ناوكي دينين بو اوي سامع تأيدي كادوها يشان لجري خالي نكاتو حتى لا يكون له سبيل الى الانكاري ويدوها يبوي نكري انكاريك اما خبدودانا لأحوال مسند إليه خويندرا كيك كان حذف بو اوي تريشان ذكر بو أمرا دين سر دودانا بالي أحوالي تر دودانا حالة الأحوال مسؤولة لك تعريفه وتنكيره بيشكي باسي تعريفه كاكري بلام تعريف متعددة جاري وهي مثلا مسند إليه كمعرفة إيسا لازم نكال تنيا بو مسند إليه يشبه كمعرفة سرنجة دي لميرة وقت وايا علم وقت وايا موصولة وقت وايا اسم الإشارة وقت وايا معرف بألة حالوي أبوانا بدانا دانا إيسا باسي تعريف بإلمار أكيد أولا مسند إليه كبمعرف بوشي بمعرفة دينين وكبمعرفة دينين بوشي تعريف بإلمار أكيد يعني مثلا مسند إليه عناوين كيبو هيا يعني مثلا مسند إليه ناوي زيدة بو زيدة كبكارنا يعني هو بكار ديني وميلة كبكار ديني يا بو اللي موصولك استفادنا كبموصولي جتواني معرفيكي باسم الإشارة آخر وقت واهي اللي تروقي تعريف بوهي كمسلو إليك الزكر كان يقرأ قل هيا عالوك تقسيم اللوانية تازو مجبوري لو رقا استفادك برام جاري واهي تو تشندين رقل بدستو يا أتواني لرقا كان يجي استفادك كشي دانيك على بجاري إتوجه قصة بوشي على بجاردو حالبي أمن لواء باسكين وأما تعرف أي إراد المسند إليه معرفة يعني هناني مسند إليه بمعرفة بوشي مثلا تعريفي بسر تنكيرا بيش دا كشي لباسي مسندا تنكيري بسر تعريفا بيش داوا لبرويك أصل لمسند إليها أو هي معرفة به برام أصل لمسند أو هي كنكيرا به وإنما قدمها هنا التعريف وفي المسند التنكير لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير فبالإلماري جاء أقر تعريف كمان بإلمار كرد زين لبرتيا لأن المقام للمتكلم أشوال للتكلمي بكاكي شن مقام مقامي تكلمه باشا حاول نقل المتكلمي بقرني بعد كاوي الخطابي وكو أنا ضربته مثلا تو كاركت كلمة بزبير متكلمي أول يا مقام مقامي خطاب أنت ضربته أول غيبة يا مقامك مقامي غيبتها جاك مقامي غيبتها بو مقامي غيبتها ولا لتقدم ذكره لبر أوي كم مسند إليه كالمقدم الذكرى ذكرى كي جزراء ولا المتقدم الذكرى شنك الذكرى كي لفيش وجزراء
دبي طول ميري كبيري كراجع بيته ولا أو متقدم جاك جزراويشة أم تقدمي ذكرى إما لفظنا باشا جاء يا لفظنا يا تحقيقنا يا تقديرنا باشا لف إما لفظن جاء لفظنا كتحقيقا أو تقديرا شاك أجر لفظن بيا مثلا زيدون ضر زيدون يضربو أسأل يضربو هو يكتياك هو كشتو بو زيدك بس تقدمي ذكرى كيبو تحقيقا جاري واشيء مثلا تقديرا ذكرى كي أبيه باشا لا كلام الرئة كبه كتقديرا ذكرى كي ببيه داني مثالي نينا توليرا بالي خرج بهذا القيد فإن كان نمثالي نينا ها أو يعدلوا بو معنى كي ناوتو يبو دوائيا كيتي حالبي بالي وإما معنى أو يتيم معنى جاء وياوتي سامسلا ليوا أكريه راجعا إلى التقدم لفظا أو تقديرا جربوا تقدمي لفظية يعني مثلا تقدمي لفظي بوا بلام تقديرا تقدمي أذن وكو أذن وكو شي وكو لأبويه لكل واحد منهما سدس لأبويه يكا أو هيك ليواهي أشتبو ميت لحالك ميتك ذكر نكرا ذكر نكرا سياقي كلمك كلامك إيجا يعني أكريم مثلا تقديرك بريبة من الأواهر شن بالي هو الجاري وهي بمعنى معنى ما كردوه توا وإما معنى يا تقدمي ذكر قال الروي معناه وابوه بشي بدلالة لفظ عليه بدلالة لفظ لسري أو قرينة حال أو قرينة حالين يا ببي قرينة حاله معنى كوكو اعدلوا هو أقرب للتقوى يعني هو كأشيته بو عدلك لازمني اعدلوها أشل لسر في سادة أو باس أكاك أو هو يجي أمشر تقدمي لفظية ولم معمونة وياك لفظك صريح نية بلكو مضمنة لازم داعي حاربي لفظك داعتك على سري أو تقدمي معنوي بولي أدا هروق أو يسوي مثال من هنا موا ولي أبوه لكل واحد منهما السدس شن مقامك مقامي إرز باش كردنا إيش بجنا كري تعمر دو يجنا بيه بس كواتا هي كبو ميتة شيء. من بعده بداية لفظ عليه أو قرينة حال يا مثلا قرينة حارق أو أجياني. آوتة وإما حكما يا حكما أبي أو شوناني كإلماري قبل ذكري أنت يا أكري بو حكما دايني باشا. مثلا كن نعم الرجل هرشن أمان بور ويانا روشتون كمن أرليم أو تقدمي حكمي أوانا ألبتا أما دسوقيشة دسوقي لسا تقدمي حكمي أما أوي كايسا كان من قرأك من بيرام هرشتيك كأما يرضي مثلا إستا أولا نزل قرأ مثلا نعم رجلا أوانيا مثلا أو رجلا كان دواي نعمة وإيه يعني باشا نعمة فعلك إيتيا مثلا هو أو هو لواء مسند إليها باشا هو كأشيت بوكوية مثلا سكاني أو هو يكأم أو رجلنا كأم لواء ذكر ما نكردوه هو يكرنا ونعمايا مقدم وبسريا باشا إما لواء نكتيك ما لنا زردايا كبو تأخيري مرجعة وقت مرجعة كمان دوا خستوه بوا شي ما نكردوه بوا أو نكتة ما نقايا عندوه أوج أوي تفسيري بعد الإضمارة يعني أجر شيء بأوله مثلا أجر شيء لأوله بعد الإبهام تفسيري بعد الإبهامة يعني أجر لأوله بمبهمي ذكر كريو دعائي بمفسري بعشر جيجيلة بلا زينة بس إضاحي بعد الإبهام يعني تفسيري بعد الإبهام خوي نكتيك كأونا أرزش هيا إما مثلا أو تقدم تأخري بو أنجام بدين يعني الله ميلك بيش دين بس المرجعك أسان نعم الرجلان هوينا ونعمك بيش كوته بس الرجلان حالبي بس أو رجلان شن مفيدي أو تأخري الرجل شن مفيدي أو نكتايا وقت تقدم وايا بس هو تقدمي حكمية يعني لو شوانان دا كإرماري قبل ذكري تيادرستا كبيش أجدان شوانان باشا لها مو أو شوانان دا
هرش المرجع تأخري هيا ولا تأخرك إلى حكم تقدمها هيا ويبي الله لأم جال وأصل الخطابي لب بواري خطابي شو أصل خطاب ويا أن يكون لمعينين خطاب رولا معين يقبه ليس واحدا كان أو كثيرا يقبه يا زور به لأن أصل ورع المعارف شنك أصل ورع معارف على أن تستعمل لمعينين بيالا سر أويا كاستعمال كريا بو معينة مع أن الخطابة لقال أوجده هر معناه خطاب اشتعين أخوازي شن خطاب شيء هو توجيه الكلام إلى حاضرين أويا ككلامك الرب كي تكسك حاضر بلم وقد يترك الخطاب مع معينين إلى غيره بلم جاري وهي خطاب لقال معينة دسي لي الله قريب ولا غير معين بو أوكاركي ولا غيره أي غير معين ليعم الخطاب كل مخاطبين هتاوك خطابك بوها مو مخاطب يقبه لسر سبيلي بدل وكو تصريف زنجاني اعلم أن التصريف اعلم الآن تو أمر درس بيك يا كالي أولا قال أوكسته سوزي أقر شاقردك يتربي أمره في بيجي إعلام إتلا قال أويدو يكو نيخو لقال حاربي ببدل بوقشتي أبي أم جارة أوبوك وقتك تدريس يعني كرآن اعلم بزانة أيها المخاطب بخطاب عام. إذا فقيل واه فش يشكال شن خو وان عم نكات وش تاني وقتي أوناز يعني ولا أولو تعزز فكره. كافر مي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يعني أجردبيني أو كاتي يعني أجردبيني الروداوي أو كاتي كتوان باركان سريان برداوة وسريان شور كردوته ولا يبرورد قاريان يعني اشتكي عجابة بيني حاربي إيسا ولا يريد بقوله ولو ترى مخاطبا معينا خواي قرم مخاطبك معين ما بزنية بوا قصدا إلى تفضيع حال المجرمين باشا بوشي معين منظورية تاوكو خسكا ولا أوكا حال مجرم تاوان باركان تفضيعك يعني فضاعتي حاليان كواتا خراوي حاليان قبح ناشريني حاليا نشان بدا يعني حالك زو اخراويا هي فاز اي مخاطب يعني اي هركس يا كرؤيه الديديه او حالي ببلان اقر ببيني او اي تناهت حالهم في الظهور يعني حالي اوان لا ظاهر بونا في الظهور لاهل المحشر لدركوت بو اهل المحشر حاليا قشت او بريخوي حال اخراوي حاليا حيث يمتنع خفاؤها بجورك وكخفاكي ممتنعة ناشر يتوى فلا يختص بها رؤية رائ دون رائ فاستعبد نابي بأو حاليانو باشا بينيني دينري نق بينري كيتر بيجي ولا مثلا توئي بيني ولا أوترنع بيني واني وإذا كان كذلك جاء الوقت حالي وان آوابي فلا يختص به أي بهذا الخطاب مخاطب دون مخاطبين بس تايبت نابي بمخطاب ومخاطب بيجغل مخاطب كتير بل كل من يتأتى منها الرؤية بل كو حركز كالرؤية اللي بي. يعني بو أوي كحالي أوان اللي معلوم بأخرى وهر أوني زحمتها توداري الرؤية بي حالبي فله مدخل في هذا الخطاب باشا بس هركز داري الرؤية بي بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب هركس يك الرؤية اللي بها مدخل دخالتك لو خطابها هي وفي بعض النسخ فلا يختص بها أي برؤية حالهم مخاطبون أو شاء برؤية حالهم هج مخاطب تابع النبي أو بحالهم نقبر برؤية شن حال جر مؤنسة أو بحالهم رؤية مخاطبين يعني فلا يختص بحالهم رؤية مخاطبين على حذف الملافي مزافق لواء حذف كلابي موفق إن شاء الله. حجم الصلاة أم بالصوفية بو أو تقطيع بو أو حكم يجا جاء أو إثواتني أفرمي تقديرا أو مثالي